فعلت الذنب مرتابا، فجئت لأطرق الباب، طرقت الباب يا ربي عصي كان كذابا. أنا العبد الذي مهما تمادى عاد أوابا، أنا العبد الذي أجرى دموعا منه ذوابا. أنا من كان لي قلب قسى وبذنبه شابا، فيا للقلب من شدة أصار القلب أخشابا. فنار أشعلت فيه فحرق ثم قد غابا، أقلبي عد ألم تقرأ لوجدوا الله توابا. فأي ربي ألا إني أنا العبد الذي تاب، فأقسم بالذي خلق السهول وصير الغابة، وأقسم بالذي جعل الأليف يخاف أن يابا، بأني لن أعود إلى أغوار الوزر مجتابا. فهل من أطعم الشهد سيترك أكل ما طابا؟ فهل من أطعم الشهد سيترك أكل ما طابا؟